وحدي بوسط الليل، لا ضم لا حب. وحدي بوسط الليل، وحدي بوسط الليل، لا ضم لا حب. عكسي مش الدنيا، ليش يجي يا رب؟ وحدي بوسط هالليل، لا ضم لا حب. عكسي مش الدنيا، ليش يجي يا رب؟ عكسي مش الدنيا، وحظي ونصيب. مر وقتي وانا اشتاق كلمة حبيب. وحدي بوسط هالليل، لا ضم لا حب. عكسي مش الدنياي، ليش يجي يا رب؟ عكسي مش الدنياي، وحظي ونصيب. ما الوقت وانا اشتاق كلمة حبيب. وحدي بوسط هالليل، وحدي بوسط هالليل، لا ضم لا حب. عكسي مش الدنيا، ليش يجي يا رب؟ عكسي مش الدنيا، وحظي ونصيب. مر وقتي وانا اشتاق لكلمة حبيب. وحدي بوسط هالليل، دمرتني هالخيبات، دمرتني هالخيبات. آه يا زماني، من الصبح لليل وحدي بوسط هالليل، لا ضم لا حب. وحدي بوسط هالليل، لا ضم لا حب. عكسي مش الدنيا، ليش يجي يا رب؟ وحدي بوسط هالليل، لا ضم لا حب. ما منجي جيب شس رزوميتش العربسكي. وحدي بوسط هالليل، لا ضم لا حب. عكسي مشت دنياي، ليش يجي يا رب؟
عكسي مش الدنيا وحظي ونصيب مر وقتي وانا اشتاق الكلمة حبيب تريس كومبليكو بانس دراما دمرتني هالخيبات دمرتني هالخيبات يا زمان من الصبح لليل أركض مكاني وحدي وسط الليل متعطر بهم وحدي بوسط هالليل متعطر بهم ومتصبر بكلمات من ريحة ضحكة وغزل عشاك ضحكة وغزل عشاك تملى الشوارع بس أنا وحدي اليوم بهالدنيا ضاري وحدي بوسط هالليل لا ضم لا حب عكسي مش الدنيا ليش يجيب عكسي مش الدنيا حظي ونصيب مر وقتي وانا اشتاق لكلمه حبيب كل من يقول اهواك صدقني يجنب كل من يقول اهواك صدقني يجنب قبل الفجر ينساك وبلحظه عكسي مش الدنيا Yes, very interesting.
the swings of desire is inspiration. بعدك ما تغيرتي، بعدك ما تغيرتي، وصف وطباع. بعدك ما تغيرتي، وصف وطباع، يا ماي الورد وبطاسة الفضة. Next poem, I always like it when I perform, I perform my poetry, but this one I like it a lot. It's from Iraqi poet, and it's, he wrote this poem to, like, to his lover, to after the war stopped in 1988 in between Iraq and Iran. So it's like a soldier who should go to the war every day, and finally the war stopped, and finally he didn't need to go at the night to join the some like this war and to take part, and now it's the time to relax and to enjoy the life a bit after all this mess happened. So no, like, mostly I perform just my poetry, but this one, like, I choose a part which I like it a lot, this poetry, because it shows this hope after some fading. So I'm going to perform part of it. Of course you will not understand it, but I just want to share the idea. Maybe you can a little have some impression about what's about. بعدك ما تغيرتي، وصف وطباع، يا ماي الورد وبطاسة الفضة. بعدك ما تغيرتي، وصف وطباع، يا ماي الورد وبطاسة الفضة. بعدك انت مثل ما انت، عشق عمري لذيذة وناعمة وغضبة. بعدك ما تغيرتي، وصف وطباع، يا ماي الورد وبطاسة الفضة. بعدك انتي مثل ما انتي، لذيذة وناعمة وغضبة. كم مرة كم مرة حكم وقت البعد، وحلت صلاة الشوق، وبتطرد الدمع من عين جدول. كم مرة حكم وقت البعد، وحلت صلاة الشوق، وبقطرة الدمع من عين جدول. بعدك ما تغيرتي، وصف وطباع، يا ماي الورد وبطاسة الفضة. بعدك انت مثل ما انت، عشق عمري لذيذة وناعمة وغضبة.
بعدك ما تغيرتي وصف وطباع يا ماي الورد وبطاسة الفضة، بعدك انتي مثل ما انتي سيدة عمري لذيذة وناعمة وغضبة. كم مرة حكم وقت العشق وحلت صلاة الشوق وبقطرة دمع من عينك توضى. كم مرة حكم فرض البعد وحلت صلاة الشوق وبقطرة دمع من عينك توضى. هس نجر نفس ونسولف على الكيف، هاي سنين يا حبيبة مواعيد العشق ركضة. بعدك ما تغيرتي وصف وطباع يا ماي الورد وبطاسة and finally I really enjoy, like, before performing enjoy listening to, always to the music of Marcin. It's just amazing for me. Since the first time I heard him, I heard him I think here was playing something, and today the same impression here, just 2018 until now, so 5 years almost. Thanks Marcin. Bravo. So maybe we can say something about like the next idea. Like sometimes we feel there's like a very thin line, I feel very thin line between some like a dream or reality. So like if you enjoyed some nice evening with some friend or with your beloved one, and then you think about it the second day, it's just like a dream. Or you think about it after 1 year, it's just like a dream. And it's the same feeling when you have a nice dream and you can feel everything in this dream, and then you woke up and after some time you think like there's no difference in the feeling. In the, of course there is something like some consequences in the real life, not the dream. So something like that, the next poem, it's about something in this topic between the reality and the dream.
ليلة أمس. ليلة أمس ذاب الغرام على طرف شفتج همس. ليلة أمس ذاب الغرام على طرف شفتج همس. أمس in Arabic last night or yesterday, and همس is whispering. It's an easy word. همس. همس. ليلة أمس yesterday ذاب الغرام على طرف شفتج همس whispering. وظل نفس بس يحضن نفس ليلة أمس. ليلة أمس ذاب الغرام على طرف شفتج همس. وظل بس نفس يحضن نفس وعلى طرف شعرج رجعت اكتشفت المجر. مدري حلم لو مدري سهر. وعلى طرف شعرك رجعت أنا اكتشفت المجر. مدري حلم لو مدري سهر. مدري ركبة مدري خصرج مدري سر ومدري ضمة مدري شم. مدري بحضنك صفيت ومدري بحضني سكرت. سكرت عشق سهرت عشق ليلة أمس. أمس ذاب الغرام على طرف شفتج همس. وظل بس نفس يحضن نفس وعلى طرف شعرج رجعت أنا اكتشفت المجرة. مدري حلم لو مدري سهرة. مدري ركبة مدري خصرج مدري سر. لو مدري ضمة مدري شم. مدري بحضنك وفيت ومدري بحضني سكرتي ليلة أمس. ولما انهدت ولما انهدت كل الحواس ووفت ظل وحدة ظل بس اللمس. يتأمل بشعرج يحس ليلة أمس ذاب الغرام على طرف شفت جامس ليلة أمس. Thank you.
something a bit more. Okay.
والله قش غريب ومرمرار والله حس حسرة بهالمحب والله حس قشرة هالمحب والله قش قشرة هالمحب والله قش غريب ومرمرار والله حس حديث الليالي بيننا يا سلام حديث الليالي بيننا يا سلام
حديث الليالي بيننا يا سلام. أنا وأنت ملوك الغرام، أحبة تشارك الوقت بالكلام، ودار بيننا الحديث واستمر. حديث الليالي والسمر، قمران نحن ملوك المزاج والسحر. حديث الليالي بيننا يا سلام، أنا وأنت ملوك الغرام، أحبة تشارك الوقت بالكلام، ودار بيننا الحديث واستمر. حديث الليالي والسمر، قمران نحن ملوك المزاج والسمر. والحب أجمله حين تكون أفكار العاشقين قريبة مثل القلوب، وحين الأحبة أصدقاء يصير في الدور، ونحن صحبة وأحبة، ونحن صحبة وأحبة ونقاش يحلو في أماسين. حديث الليالي بيننا يا سلام، أنا وأنت ملوك الغرام. نحن صحبة وأحبة، ونقاشنا يحلو في أماسين، بين المواضيع نروح نجيب، ونؤنس الأجواء فينا. حديث الليالي بيننا يا سلام، أنا وأنت ملوك الغرام. لا تقولي فلننم، لا تقولي فلننم، أكره النهايات أنا وأكره الختام. قمران نحن ملوك المزاج والفرح، فلنكمل الحديث والليالي مرح. لا وقت للنوم عندنا، جيش أنا تمتضى، ولا وقت بيننا للخسارة. فيا سلام علينا، يا سلام، أنا وأنت ملوك الغرام. حديث الليالي بيننا يا سلام، أنا وأنت ملوك الغرام. والحب أجمله عبارات الغرام. Like in this poem, there's two words. I think it's nice to give you an idea about them. Like one, it's ya salam, salam, salam. In Arabic, it's peace. When you say like salam, it's only peace. But when you say ya salam, it's like how nice. It's salam and ya salam. So this is the small difference, but it's used. I like this word. It's soft and. When you use it in the like direct meaning, salam, a peace. And when you want to say something how beautiful, like how Martin now playing, say ya salam. So like how nice, like with this impression, ya salam. So ya salam.
Yes, Salam. This ye chi ya salam? Ya salam. Ya salam. Ya salam. نبهت حسنك من تبع أنا عاشق حد الولا نبهت حسنك من تبع أنا عاشق حد الولا وحدتيه وتأليه وحد قلبك من جلا نبهت حسنك من انتبه أنا عاشق حد الولا وحدتيه وتأليه وحد قلبك من جلا نبهت حسنك من انتبه نبهت حسنك من انتبه أنا عاشق حد الولا وحدتيه وتأليه وحد قلبك من جلا وغدا بقلبي فاتكا عزاه فيه ثم قبلا نبهت حسنك من انتبه أنا عاشق حد الولا وحدتيه وتأليه وحد قلبك من جلا وغدا بقلبي فاتكا عزاه فيه ثم قبله وفي الموازين سجلا قد عظم الله صبرك والله قد عظم على قلبي مقتلا نبهت حسنك من انتبه أنا عاشق حد الولا وحدتيه وتأليه وحد قلبك من جلا وغدا بقلبي نفاتكا عزاه فيه ثم قبلا نبهت حسنك من تبا أنا عاشق حد نبهت حسنك
شبهت حسنك لمن انتبه أنا عاشق حتى الولا شبهت حسنك لمن انتبه أنا عاشق حتى الولا وحد تيه وتأليه وحد قلبك من جلا وغدا بقلبي فاتكا عزاه فيه ثم قبلا نبهت حسنك ما انتبه أنا عاشق حد الولا وحد تيه وتأليه وحد قلبك من جلا وحدا بقلبي فاتك عزاه فيه ثم قبل قد عظم الله أجرك وفي الموازين سجل نبهت حسنك ما انتبه أنا عاشق حد الولا وحد يديه وتمليه وحد قلبك من جلا ومدى بقلبي فاتك عزاه فيه ثم قبل قد عظم الله أجرك وفي الموازين سجلا نبهت حسنك من كبر أنا عاشق حد الولا Thank you.
صدرك بلاد كلها عطور، أمان سلام ربيع ورود. رميت مذ دخلت فيها جوازي، لعنت العقاب والسياسة والحدود. صدرك بلاد كلها عطور، أمان ربيع ورود. رميت مذ دخلت فيها جوازي، لعنت الإقامة والسياسة والحدود. صدرك بلاد كل صدرك بلاد كلها عطور، أمان ربيع ورود. رميت مذ دخلت فيها جوازي، لعنت الإقامة والسياسة والحدود. صدرك بلاد كلها ربيع، أمان ربيع ورود. رميت فيها عند الحدود، فلتضميني كثيرا يا حلوتي، فلتضميني كثيرا يا حلوتي، قد أنهك القلب سنين. فلتضميني كثيرا يا حلوتي، أنا تائه وأشتهي بين عينيك السكين. فلتضميني كثيرا يا حلوتي، قد أنهك القلب سنين. فلتضميني كثيرا يا حلوتي، أنا تائه وأشتهي بين عينيك السكين. فلتضميني كثيرا يا حلوتي، كأنك القلب السنين. فلتضميني كثيرا يا حلوتي، أنا تائه وبين عينيك بلاد أمين. فلتضميني
كثيرا يا حلوتي يا نتائه وبين عينيك بلاد أمير فلتضمي كثيرا يا حلوتي قد أنهك القلب سنين فلتضمي كثيرا يا حلوتي يا نتائه وبين عينيك بلاد أمين صدق بلاد كلها عطوم أمان ربيع المرود رميت مذ دخلت فيها جوازي لعنت الإقامة والسياسة والحدود لعنت الإقامة والسياسة والحدود لعنت الإقامة والسياسة والحدود لعنت الإقامة والسياسة والحدود لعنت الإقامة والسياسة
كثيرا يا حلمي أنا تائه وأنت البلاد فلتضمي كثيرا يا حلمي قد أنتك القلب سنين فلتضمي Like sometimes it's poetry, sometimes just like I try to make it more musical, like with one sentence repeating, or like now, for example. Like just it's a song. Exactly. Yeah. It's like a kind of feeling, like in childhood when you were listening to some fairy tales. And
Oh, very good. So that's good. That's what the impression also from the music. So. Good point. Bravo. Bravo. So. Też lepiej, żeby nie zapalać. تعالوا ياي العالم المجنون، تعالوا ياي لمسة عمر تحجيها العيون، بسمع للجفن ضم الصدر تبوس اللحن، هذا اللحن بين الجفون. تعالوا ياي العالم المجنون، يجوز الوقت يمشي وما يجوز البعد، يجوز الفكر ينسى بس نبقى نذكر بعض. تعالوا يا العالم المجنون، تعالوا يا العالم المجنون، تعالوا يا لمسة عمر تحجيها العيون، بسمع للجفن تضم الصدر تبوس اللحن، هذا اللحن بين الجفون. تعالوا يا العالم المجنون، تعالوا يا لمسة عمر تحجيها العيون، يجوز الوقت يمشي بس ما يجوز البعد، يجوز الوقت ينسى بس نبقى نذكر بعض. وبلا وقت مر الوقت ويا اللي يعتبون، ونحن من يوم اللي عرفنا احنا شلون الوقت مر، مر الوقت صحنا ردينا مرينا ببعضنا وجمعنا احزاننا ورحنا. تعالوا يا
العالم المجنون تعالي يا لمسة عمر تحكي العمر تعالي وياي العالم المجنون تعالي وياي لمسة عمر تحجيها العيون تعالي وياي كل شي ولا تقول لها القلب خل نبتعد كل شي ولا تقول لها القلب خل نبتعد ينمسك قلبي ويختنق كل شي ولا تقول لها القلب خل نبتعد يمسك قلبي ويختنق صدقني كلش أبد مو مستعد كل شي ولا تقول لها القلب خل نبتعد يمسك قلبي صدقني كلش أبد مو مستعد وأعرف أني اللي تعبتك وأني اللي ضيعت عمري بلا عمر واني اللي جنت يمك وبرغم الحزن والمشاكل أدري بعدك سم وتعب كل شي ولا تقول لهالقلب خل نبتعد يمسك قلبي يختنق صدقني كلش أبد مو مستعد تعالي ويا العالم لمسة عمر تحجيها العيون تعالوا يا العالم المجنون لمسة عمر تحجيها العيون تعالوا يا العالم المجنون لمسة
يجوز الوقت يمشي وما يجوز الوقت يجوز الوقت يمشي وما يجوز البعد يجوز الوقت ينسى بس نبقى نذكر بعض يجوز الوقت يمشي ما يجوز البعد يجوز الوقت ينسى بس نبقى نذكر بعض تعالي يا العالم المجروح تعالي
You should make some relaxation program. And your voice, your voice. You should lay down on the sofa. Oh, that was the improvisation, or that was the poem you write down? Something from here, something from here. Okay. Yeah. So some, I just took some lines, some ideas, and continued improvisation. بين عيونك والسلام كلام يطول بين عيونك والسلام كلام يطول بين عيونك والهوى حد خجول بين عيونك والسلام كلام يطول بين عيونك والهوى حد خجول وبعض الخيال بعض الخيال قد قام من وحدك وعلى أمل قد هام في وسطك وسطك اليوم ميعاد رجاء أحلامي وسطك اليوم هو حلم الخجول بين عينيك والسلام كلام يطول بين عينيك والهوى حد خجول بين عينيك والسلام كلام يطول بين عينيك والهوى حد بين عينيك والسلام كلام يطول بين عينيك والهوى حد خجول على أمل الهوى اليوم قد نعود حب أكيد وعمر يجود على أمل الهوى اليوم نؤسس الأنغام خمر يقول الخمر على حد الهوى حد الخجول بين عينيك والسلام كلام يطول
بين عينيك والهوى حد فجود بين عينيك والسلام كلام يطول بين عينيك والهوى حد استرق المواقف الطريفة واغتنم بخيلة الأيام واختفي الأفراح منها استرق صفو المواعيد القصيرة واغتنمها بخيلة الأيام فاختفي الأفراح منها ولا تألف الأحزان فيها ولا تأتمنها ليس في العمر وقت إن زاد همك أو تمادى تفادى الهموم يا صديقي تفادى استرق الدقائق الجميلة من هذه الأيام قبل أن تحط رأسك على الوسادة استرق المواقف الطريفة والضحكة على الدوام فبعد عمر سوف تدرك بأن هذا هو سر السعادة إن كان حولك لا مفر من القلق من ناره وشروده خفض طرفك والتفت عنه انساه رغم شروده واغلق على الحزن المداخل كلها تجنبا لوفوده ولتوقف الآن في اكتئابك ما نفع هذه الإعادة فبعد عمر سوف تدرك بأن هذا هو السر سر السعادة استرق الدقائق الجميلة من هذه الأيام قبل أن تحط رأسك على الوسادة استرق المواقف الطريفة والضحكة على الدوام فبعد عمر سوف تدرك بأن هذا هو السر سر السعادة فبعد عمر سوف تدرك بأن هذا هو السر سر السعادة استرق الدقائق الجميلة من هذه قبل أن تحط رأسك على الوسادة استرق المواقف الطريفة والضحكة على الدوام فبعد عمر سوف تدرك أن هذا هو السر سر السعادة استرق الدقائق الجميلة من هذه الأيام قبل أن تحط رأسك على الوسادة استرق المواقف الطريفة والضحكة على الدوام فبعد عمر سوف تدرك بأن هذا هو السر سر السعادة استرق الدقائق الجميلة من هذه الأيام قبل أن تحط رأسك على الوسادة استرق المواقف الطريفة والضحكة
أنت على الدواء، فبعد عمري سوف تدرك بأن سر السعادة يسترق الدقائق الجميلة من هذه الأيام قبل أن تحط رأسك على الكساب. استرق المواقف الطريفة والضحكة على الدواء، فبعد عمري سوف تدرك بأن هذا śladów, albo jakiś skip, a to wiecie znać. Ale super. Ognisko chcemy zapalić. Właśnie, kurczę. Do notatki, if you want to make some spot break, to come up, I say that we want to make we should dance. Fire. Dance, yes. We should dance. What do you need? Yeah, we should dance. Actually. Around the fire. Around the fire. Omar, you need for your performance some women with dancer, belly dance or something.
can't be Samadhi. Because some parts, some pieces was like, you know. Some pieces was very, you know, for dance. Of course, and there are some new ideas, but it's more for creating, and some new ideas is more for dancing, for creating, everything. But it was just a little bit. You know, just new ideas. The break is making itself. 2 hours and 2 hours. I hope it was not boring for you. A what? It's over? Break. I think a break. Oh, break. Yeah, okay, all right. Okay. Break. No, słuchaj. Wczoraj się oczerało. Proszę? Masz jakiś ogień w środku? Nie, jest takie magiczne, przyniosłam, żeby tam świecze wsadzić, bo to pięknie będzie się bijać, nie? No, no, super, naprawdę, to właśnie nie możemy otworzyć. Ale nie możemy go otworzyć, bo ja wczoraj się otwierało, a dzisiaj... I'm performing, I'm wondering what you are trying to open. The Pandora, Pandora. To put the candle in it, but I can't open it. Okay. Yeah, yesterday it was opening and closing, and today it's maybe open. You forgot the secret password. Password. Open. How are you? Fine, by the way. Yeah. Hi again. Nice to see you. Happy New Year. Yes, I'm sorry for the happened for Unfortunately, it was a long time. Yeah. But there are some problems with it. No war will stay forever, but always this is a problem. Always heavy time. Big loss. We only watch the news, but actually I've heard about 50 countries now going on in the world. Yes. About 50 more. Yeah, but we don't hear about them. We hear about sometimes some of them. The most, you know, the most politically interesting topics. Interesting. Just like that. I hear about your family. Well, like one of these. Not to say. Yeah. And you are here, like still. No. I'm in Berlin. Wow! It's fine, but it's just not my place. I don't feel. I need to stay there for some time. After that, probably I will move. Like, stay in Germany. Not for me. Yeah, I understand. Berlin is good for tourists. Just come there for some week. I like to come there. I have friends there. Several days, week. Summer. And then turn to Rome. And then escape from. No, it's summer, it's nice, but this time. So it's fine for now. I like that it's not so don't touch, it's just
pause. Yeah. So it's like always, say it's no, big enough, so in the same place. On the road. I'm sorry, I'm trying to open it all the time. It's like, you know, it's like the crystal thing. I didn't mention it. It's so like the shoulders. And then When we will open it, we won't be closing it. Never. Never ever. Just to close the cover. I had rather very intensely. We did it! Oh, the password was with me. Don't close it! Never close it! Never close it! I my możemy tam świecie zrobić, bo to Krzysztof, wiesz, to będzie się przybijać. Wiesz, to wczoraj jeszcze nie było, ja nie zauważyłam. Piszesz sobie na karteczce trzy życzenia. Tutaj tam jedno pociągasz. To jest taka kiernica, coś takiego, nie? No, może być. No fajne światełka mogą się przybijać przez te No tak, bo jest głośno. Ale to było rekord minus 31. Wiesz, Oslo jest, wiesz, tam przywodzi. Wiesz, ale jest tam północ, ale przywodzi zawsze jest, wiesz, jednak jest ciepło. Wiesz, że taki, wiesz, to znaczy, wiesz, że tam są te... Nie,
But this is the impression you mentioned, I think, with this music also is great in this dimension. Ja właśnie patrzyłem właśnie, wiesz, bo tam chyba w Ukrainie aż tak nie ma tam takich temperatur, ale tak właśnie, ta część właśnie jest tam, żeby jeszcze bardziej, jeszcze to pograził, tak by to, żeby żeby tam się patrzy, bo tutaj odpadł. O, tak się zaliło. Na Białogorodzie są się skończyły te temperatury. Tak jest, żeby tam, wiesz, wszystko popękało. Bo to jest, wiesz, które są takie temperatury, że wiesz. No minus 30 to już zdarzy. To już nawet za ekotera, no bo u nas też jest od parku, tam duże. A, like Grantix? Tylko ja jeszcze. A, this one. To minus 28, zimno normalnie jest. Idę do uczelni, tak wiesz, tak. O tak idę i potem rzęsy całe białe, nie? Potem jak dochodzę do uczynienia, rzęsy białe. 28 to było tak krytyczne maksymalnie. To jest 30. Nie ma takiego. Ale podejrzewam, że to jest tam takie rekordowe, to się mogło zdarzać chyba, nie? To jest nasz translator. Takie, wiesz, jakie rekordy były takie pewnie poniżej. Były, tak, ale to ale to jest projekt Elite. No bo ja pamiętam, że to w moim dzieciństwie, to była studia, to były takie, wiesz, to jest one live, proza, 80 tam, slajd, ten szef, takich rzędów. Finally, I did this, i temperatura spadła sobie do minus 30 stopni. Tu, na Wrocławiu, wiesz, troszkę tam wiele nie było, i tam, to była minus 30. Bo tam jest wyżej. Nie, bo to były. No, to były. Ale ja tam pamiętam. Oczywiście to wiesz, w nocy, tak przez dwie nocy gdzieś tam spadało do minus 30. Ja tak odbieram. So I want to make it because of the audio and the performance and music was stronger than the beat for me. For that I wanted to not stop it. 40 years. Some idea. Taką dystrybucję żywą bardziej istotną, która się nie ma takich procesów, które są na stałe. Project cały czas jest zmieniony. No, znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, ja to się zmienia, bo wiadomo, że to najzawsze, teraz jest ten problem taki, że to, wiesz, że to najprawdopodobniej to spowodowane, wiesz, to przez before, przez człowieka, że tak szybko się coś takiego, bo tak, oczywiście, że to też na chwilę była jakaś epoka lodowcowa, prawda, było potem cieplej i tak dalej, nie, no, ale for the next time you see, ale rzeczywiście, not here, but it's improvisation, but maybe like something like... Teraz to już tak nie real koncentrzenie ze mnie z kilkunastu. No, no. Nawet obuwia takiego nie ma w sklepach. Ja jak tutaj przyjechałam pierwszy rok,
Ja też poszłam po tym słowacy i nie ma zwolnionego obuwia, to rozumiem, bo u nas tam się sprzedaje, że w środku w cederku, wiesz, wszystko się trzyma, to jak minus 10, no to przez miesiąc. I bo to też wszystko inaczej, to bo ja na przykład pamiętam jedno, że pozytywnie, ja na przykład poddaję, że tam jest jakieś tam powiedzmy, że tam jest tak minus 15, nie? Ja już nie zamarzę. Ja już nie zamarzę. Na przykład. Ja już nie pamiętam, bo to wiesz, no jak jest taka ładna szybka, to taka mina, czy to jak pamięta. Tak, to myślę, że na złość tobie z trenerem.
Ale chodzi, ale potem ja się zagadałeś. Nie, 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 po parku jak chodziłam, to tam bardzo fajne kobiety. One jeszcze zrobili tam koło nowej ten... Taka bursa nowa dla studentów przeciwko ogródce. To znaczy na przeciwko tak. I tam ona też zajęcia tam prowadzi. I ja gdzieś tak miesiąc, dwa, nawet trzy będę na tą jogę. No i potem już wszyscy pamiętałam. Nie, no to ja wiem, myślę. Ja w sumie to tylko dwa razy, w ogóle dwa razy tam właśnie ćwiczyliśmy, więc to dwa razy to za mało po prostu, wiesz, no, ale... Bo to nawet on, to nie tylko, ja zauważyłam, że nie tylko to działa na fizyczny stan, ale jakoś wyrównuje taki psychiczny stan, nie? Taki emocjonalny, psychiczny. Jak się zatrzymujesz, bo tam wiesz, to jest takie statyczno-dynamiczne ćwiczenie. Jak się zatrzymujesz gdzieś, no to też jakiś taki sposób odejść od myśli. Przez też fizycznie, że obserwujesz fizycznie i rozumiesz, że wtedy już zjednoczysz się z pomysłami, które tam już nie regulowane. A czy tak, wiesz, bo jeżeli jesteś takiego, wiesz, to, że wiesz, że praktykujesz to nie tylko jakby ciała, tylko jesteś obecna umysłem w danej chwili, prawda, przy tym co robisz, no to wtedy będzie działać, no. A ciebie, wiesz, bo ja tak gdzieś też od czerwca zacząłem tak regularnie praktykować medytację, wiesz, no. No bo do tego nie potrzebuję, prawda, żeby ktoś mnie no, chciał. No niczego nie potrzebuję. I rzeczywiście też w tym względzie to jest po prostu... No, że to wpływa po prostu, wiesz. To jest takie, wiesz, zrobić porządek świadomości. A tam jest z tego taki chaos i taka nieumiejętność w ogóle rządzić pomysłami. I on tak chaotycznie się prawie, że może się potem, wiesz, jak nie ćwiczyć medytację, potem powiedzieć sobie, nie, tam posiedzieć minutę i nie myśleć. Niemożliwe w ogóle. Trzeba jak mięśnie ćwiczyć, nie? Wiem. A to jest też tak, wiesz, że rzeczywiście dzięki temu, też takiego, wiesz, to, że jeżeli wiesz, no, jesteś świadoma tego, co przychodzi ci, wiesz, jakie myśli, jakie wiesz, odczucia, to potem to promieniuje na, tak, wiesz, no, na taką codzienność, znaczy w tym sensie, wiesz, to, że wyzbywasz się tych takich automatyzmów gdzieś tam w ramach. No, myślisz o to, co się dzieje, co robić, nie? I łatwiej jest po prostu gdzieś zapanować po prostu nad sobą, nad impulsami i tak dalej. To rzeczywiście tak. No i wtedy chodzi, bo wiesz, no, rzucić takie elektroniki, to jest tak samo, jakby się rzucało takie palenie. No, nawet gorzej, bo tam więcej nie pytam, no, wiesz, ja tak sobie zauważyłam, że trochę nawet gorzej. Po pierwsze, że więcej nikotynu, i po drugie, że to nie są papierosy. Można wszędzie palić i sobie palisz więcej po prostu. Papieros trzeba wyjść, zapalić gdzieś tam, wiesz. Normalnie można w pokoju palić. Ale to właśnie, wiesz, płaci tak, że ja mam taką znajomą, która kiedyś tam pracowała w tym. Postawisz sobie dwie kamerki. No koncernie tytoniowy, wiesz, no, to wiesz, to było tak, wiesz, to, że oni od razu się gdzieś tam, wiesz, no, zobaczyli, wiesz, to, że ludzie powoli odchodzą od takich tradycyjnych tych, rzucili się na te elektroniki, bo po prostu, wiesz, i ja wiem, jak po prostu, bo ja pamiętam, kiedy ja paliłem, to mi się zdarzało od czasu takiego gdzieś tam elektronicznego zapalić, nie, to chyba właśnie jednorazowy taki, nie, to rzeczywiście to jest po prostu tak, że one są w tym sensie bardziej niebezpieczne, to w tym sensie, że nie czujesz gdzieś tam tego, wiesz, efektu, a możesz po prostu łatwo przyswoić po prostu taką dawkę nikotyny, jak jest, nie wiem, kurczę, wiesz, to w 60 papierosach po prostu, wiesz, no, a to... Wiesz. To takie smaczne, sobie palisz, i ja potem już zauważam, po prostu cały dzień palę, z bardzo krótkimi przerwami, nie to, że mam przerwę na palenie, mam przerwę między paleniem tylko krótkim, to strasznie wyglądało.
takie też niepanowanie tym procesem. I też już drugi raz rzucam, że mam cały ten papierosy. Czekaj, a ja nie palę. Ale to też ja zauważyłem. Na przykład jesteś jak Jordan Peterson, taką, nie wiem, czy to jest, ale takiej tłuszczy, która jakoś tam w ogóle podrażnia tam zakończenie nerwowe i też wpływa mocno na akcesesa na przykład, nie? I na przykład ja też zauważyłem, że po takim czymś, to też był czas, że próbowała na przykład rozliczać się od spalenia przez te gumy takie z nikotyną, nie? I wiesz, potrafiłem te, na przykład, nie wiem, kilkanaście takich gum rzuć, nie? Tak zobaczyłem, jaka ilość, to tak jak w trzech paczkach papierosów, nie? I wiesz, ja na przykład wyczułem, że już czasem gdzieś tam od tego boli. Wiesz, no bo to jest gdzieś tam, no... Tak. Co, to jest włączone cały czas? It's live. All the time. Wszyscy nas słuchają, jak ja wrzucam palenie, jak my medytację robimy, nie? To wszyscy róbcie medytację, bo jest dobra. I wrzućcie palenie. We are talking about some practicing meditation, and I quit smoking not so long ago. So I said to the cameras that you have to meditate and to quit smoking. This is the advice of today. Wywiad masz. Co robimy? Sowa, ty nie chcesz zaśpiewać? Sowa, Dorota. Dwie osoby oglądają. A dwie osoby, no, widzisz? Dorota, ino Dorota. Dobrze. Wyłączaj proszę to streama. A wy się skończyli, wiesz? Nie, ale streama wyłączaj. To jak włącz, to będę musiał włączyć potem z powrotem. No będziesz musiał włączyć z powrotem, no ale to wiesz, no tu wiesz, kurczę, no. My tutaj gadamy, a tu się okazuje, że tak. To jest wywiad. To jest. Wywiad normalny, ale wywiad. No to dobra, przywitaliśmy to się, powiedzieli, że...